بينورني ويشرفني في الاستوديو في هذه اللحظات الاستاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي بالجمهوريه. يا استاذ اسامه منورنا. الله يخليك، متشكر جدا. اكيد يعني القناه منوره باهلها باذن الله. ربنا يخليك يا رب، دايما بتنورنا وتشرفنا. عايزين نبتدي بالمدير الفني للنادي الاهلي ومؤتمر الصحفي، واكيد حضرتك تابعت التصريحات او قريت تصريحات المدير الفني الجديد للنادي الاهلي مستر فايلر. تعقيبك ايه على هذه التصريحات؟ لا انا تابعت بقوه وشراسه المؤتمر. كويس. خاصة الضجة اللي احنا بنسمعها في خلال الفترة بعد التعاقد مع الرجل او الاتفاق معاه وحضوره لمصر، وطبعا انا مستاء جدا. مستاء جدا من التدخلات. يعني انت شغال في قناة الاهلي، انا ماليش الحكم ان انا اتدخل في عملك. في نفس الوقت انت ما تتدخلش في عملي. لجنة الكورة بالنادي الاهلي اختارت المدير الفني، رأت ان الرجل ده هو الاصلح والاكفأ في هذه المرحلة. عندنا لجنة كرة في النادي الأهلي هي اختارت. أنا ما تدخلش، وأنا كجماهير معيش في الدور إن أنا خايف على النادي الأهلي أو المدرب حلو المدرب وحش. لا، أنا دعم الراجل وقف بجواره لأن فريق الكرة بالنادي الأهلي محتاج لرعاية خاصة في هذا التوقيت، محتاج لمدير فني محترم. ولازم نرجع لعشرة 15 سنة لورا للخلف لما جه مانويل جوزيه للنادي الاهلي، لما كانش حد يعرف الراجل ده نهائيا. سؤال. والراجل ده جه حقق انجازات وحقق ارقام وحقق التاريخ للنادي الاهلي والقاب من الصعب انها تتكرر في المرحله القادمه. الراجل ده لما جه يشتغل ما كانش عليه ضغوطات. انت جاي تضغط على راجل من قبل ما يجي يشتغل واشوفه. لا، النادي الاهلي نادي كبير، وهنا في مجلس اداره، وبعدين تفاجئ ببعض بقى هل انا بتاثر كنادي اهلي بمواقع تواصل اجتماعي وفيسبوك؟ طيب، ما الغالبية العظمى مع النادي الأهلي، حقق أو لم يحقق لجمهوره الكبير وللقاعدة العريضة، ما بيتأثرش إلا بيهم لما بكون بلعب البطولات وبحققها بفضل تشجيع جماهير النادي الأهلي ودخولها للنادي الأهلي والكفة خلف الفريق. الراجل ده من خلال الأرقام ومن خلال السي في الخاصة بهذا الرجل من الممكن أن ينجح ويحقق نجاح باهر جدا جدا. إن شاء الله. إن شاء الله. عجبنا حاجات كتيرة جدا في المؤتمر، لأن أنا ما تابعتش المؤتمر إن أنا شفته، لا أنا تابعته من خلال المادة الصحفية اللي جات لي من الزميل ياسر الشرقاوي وبعتها لي. تحياتنا ليه بالمناسبة. أنا يعني أنا لقيت إن الراجل بيتكلم بنبرة كويسة جدا، بيتكلم بعقلانية، راجل محترم جدا، لأنه جاي يحقق اسم. كويس. جاي النهارده يعمل تاريخ، جاي يوثق حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي. انا بقى ما يهمنيش مين قال ان راجل حلو ده وحش، ما لا يعنيني بالمره. انا كل ما يعنيني ماذا سيقدم الرجل للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. طيب، التصريحات اللي حضرتك قريتها انطباعك عنها ايه؟ ابرز تصريح لفت نظرك؟ لا، هو انا اللي عجبني في الراجل من التصريحات ان هو ابتدى يلعب على الوتر الاهم داخل النادي الاهلي. ألعب على وتر الجمهور وألعب على وتر اللاعبين. كويس. وأنا لو جبت أفضل مدرب في العالم للنادي الأهلي، ولو قلنا الناس هتبتدي تهاجم هتهاجم. ده أنت لو جبت بوشكاش الكرة المصرية والكرة الأفريقية والعربية والعالمية يدرب الأهلي، هتلاقي نفس الأصوات اللي بتطلع، لأن الدولة بتعيش في مرحلة مهمة. احنا مرحلة مهمة جدا، لازم تحصل فوضى ويحصل. خليني أقول لحضرتك على حاجة برضو في نفس الوقت. أصوات اللي بتطلع دي أصوات جماهير النادي الأهلي، أصوات جماهير النادي الأهلي لما بتبقى مثلا ليها وجهة نظر معينة، البعض، أنا مش بتكلم على الكل، بيبقى حرصا على مصلحة النادي، مفيش مشكلة، لكن في نفس الوقت هم عارفين إن هم جماهير بتساند الفريق، أو ممكن يظهروا بعض الغضب، لكن عارفين إن في مسؤولين بيختاروا وهم دورهم الدعم والمساندة في كل الأحوال، لكن رأيهم أكيد لازم يحترم. أتفق معك. أنت ما تدبسنيش مع جماهير الأهلي. مش بدبسك. لا، ما تدبسنيش معهم. لا، أنا عايز أقول لك على حاجة. جمهور الاهلي والغالبيه ونقول لك السواد الاعظم من جماهير الاهلي واقفه وبتسند الاداره وهتسند المدير الفني. اكيد اكيد طبعا. انما انا بتكلم على القله اللي هي انا شايفها كده يعني بتاخد اتجاه معين. وربما ما كنتش من جماهير الاهلي. هم اهم حاجه ان هم يعملوا فوضى على مواقع التواصل الاجتماعي. انما النهارده تيجي تقول لي ان جماهير الاهلي مش عايز تنجح؟ لا طبعا. مش عايز المدير الفني ينجح؟ لا اكيد نفسه. طيب، شوف الفرق ما بين مواقع التواصل الاجتماعي امبارح وشوفها النهارده. امبارح لو قلت
ناس كتيرة بتتكلم على المدير الفني. النهاردة شوف الناس كلها بتشجع وبتؤيد المدير الفني. ولو المدير الفني السويسري ده بيعرف لغة عربية وبيعرف الكتابة العربية هيكون سعيد جدا جدا. ولذلك أول حاجة قالها في المؤتمر ودي اللي أنا كنت أتمنى أن هي تكون أول حاجة بيقولها، أنا جاي عشان أسعد جماهير الأهلي، أنا جاي عشان أحقق أرقام، أنا جاي أفرقه على أداء، أنا جاي أحقق ألقاب، وأهم لقب عندي البطولة الأفريقية. بالزبط. ما احنا شبعنا ألقاب محلية طبعا، وشبعنا ألقاب إفريقية، وشبعنا أرقام عالمية في بطولة العالم للأندية لما كنا بنشارك. إنما أنا بقالي فترة فيه هزة، أنا عايز أستعيد بريق الأهلي. فالراجل ده عجبني في طريقة كلامه، طريقة إن هو هيبص على قطاع الناشئين والشباب طبعا، ده حاجة خطيرة جدا، إن هو ابتدى يجمع معلومات عن لاعبي الأهلي. مع عشان مع احترام الكامل ما تجيش تقول إن الراجل عارف لعيبة الأهلي اللي جاي يدربه، ده طبعا مش شرط، حاجة جديدة طبعًا علينا. فلذلك في هنا عقلانية، في هدوء، في نوع يعني أنا شايف إن في ثقة. أدعم الرجل ده إزاي؟ ده الدور اللي يقف عليه مجلس إدارة النادي الأهلي، ثانيا الجماهير، ثالثا والأهم هي روح لاعبي النادي الأهلي. لأن أي مدرب لو ما لقاش الروح القوية لدى اللاعبين والإصرار يبقى مش هيقدر يحقق الهدف اللي هو جاي يحققه. أكيد طبعا، وده شيء مهم ومفروغ منه، بخلاف روح اللاعبين أكيد دور الجمهور هو الأهم والأساس في كل الإنجازات اللي بإذن الله بإذن الله هيحققها مستر فايلر خلال الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي. عايز أقول لحضراتكم برضو الجهاز المعاون لمستر فايلر، لأن أنا كنت عايز أقوله من بداية الحلقة في الحقيقة. مستر فايلر طبعا مدير فني، مدرب عام مستر ديفيد سيزا، وأيضا مدرب أحمال مستر توماس، ومدرب حراس المرمى مستر ميشيل، طبعا مدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ، مدرب مساعد الكابتن سامي همصان. نتمنى للمجموعة كلها كل التوفيق خلال المرحلة المقبلة، ونتمنى بإذن الله أن هم يحققوا كل ما يتمناه كل أهلاوي في جميع النادي في جميع أنحاء العالم بإذن الله. طيب أستاذ أسامة، رأيك في استمرار كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير كرة وأهمية استمراره في الفريق الأول؟ وفي كم على ما أعتقد الكابتن سامي وكابتن سامي مصطفى طبعا، أنا كنت هتطرق معاك واحد واحد يعني، ما رأيك في تواجد الاثنين؟ يعني استمرار. أنت بتقصد بالسؤال إن هو وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ ده كان مهم؟ أيوة، مدى ولا كان يمشي برضو مع بقية أفراد الجهاز الفني؟ عايز أسمع وجهة نظرك. لا طيب أنا عايز أتكلم. اتفضل. بقاء الكابتن سيد عبد الحفيظ مهم جدا، كويس، وانا شايف انها تكون حلقه الوصل المهمه ما بين مجلس الاداره وما بين الجهاز الفني، كويس، لانه يعرف كل كبيره وصغيره داخل الفريق لا داخل فريق كره القدم. انما النهارده ان انا ببعد مدرب حراس مرمى، مدرب عام، ده ما حدش برضه ما يخليناش ننكر جهد الكابتن محمد يوسف والكابتن طارق سليمان والناس أكيد اللي مشيت. أكيد أكيد. لا الكابتن محمد يوسف معروف وتاريخه، وده راجل مدير فني، وانا شايف ان هو مدرب عام دي ما عدتش بقى ايه تليق عليك. لا انت كبرت يا كابتن محمد، ارجع لاصلك انك مدير فني. حتى ان شاء الله ممكن ترجع للنادي الاهلي مدير فني. بس هي حاجه تحسب له في الحقيقه برضه يا استاذ اسامه، ان هو بيوافق وبيلبي اي طلب للنادي الاهلي في التواجد في اي مركز، واستحمل كتير. بالظبط. يعني واستحمل انتقادات كتير طبعا. وهو كابتن محمد يوسف كل ما يشتغل مع مدير فني وما يحققش نتائج ويمشي، ما دي برضه دي بتاثر على الكابتن محمد يوسف، حتى بتخلي عنده نوع من الارتباك. لا انا الفتره دي هو يهدى ياخد بريك شويه. لا وراجل محترم طبعا، وعلى فكره وهيكون ناجح في اي فريق يمسكه ويكون مدير فني فيه. ولكن الكابتن سيد عبد الحفيظ انا بعتبره حلقه وصل، واستحمل كتير وراخر يعني استحمل غلاسات وانتقادات واستحمل كلام وتصريحات يعني وحاجات لا تليق. ولكن الراجل مستمر معنا الان. لا وجوده ما ينفعش يمشي. الكابتن سيد عبد الحفيظ ده مسمار في فريق الكوره، ولذلك انا شايف تواجده كان سليم جدا، بالرغم ان كانت في بعض الاصوات بتنادي ان الكابتن سيد يمشي، ولكن الغالبيه اختارت ان الكابتن سيد عبد الحفيظ يستمر. لا وجوده مهم، اي مشكله يقدر يحلها بسرعه، هو عارف لعيبته وعارف يقدر يقول ايه لمستر فايلر.
عارف يقدر يقول للجهاز الفني يقدر يعمل حاجات كتيرة تفيد الأهلي في الفترة اللي جاية. طبعا نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق. كابتن سعيد عبد الحفيظ أكيد عنصر مهم جدا في الجهاز الفني في الحقيقة، أيضا كابتن سامي قمصان كادر أهلاوي مميز جدا وهيبقى ليه مستقبل إن شاء الله بإذن الله في التدريب. بشكل عام النادي الأهلي مقبل على مرحلة مهمة جدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، هل الفترة الزمنية ممكن تعيق المدير الفني على أداء مباراة جيدة والنتيجة جيدة في مباراة الذهاب هناك في غينيا الاستوائية من وجهة نظرك، ولا شايف إن ده ما بقاش عائق دلوقتي وإن عادي مدير فني يجي دلوقتي يشتغل على طول الأسبوع الجاي ويحقق أداء ونتائج كويسة؟ بص كابتن أمير أنا عايز أقول لك على كلمة مهمة جدا. اتفضل. الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري أنا بتصور إن الفرق اللي ما خدتش راحة لحد الآن. دي الفرق اللي شغالة بالرغم إن المصري يكون بعيد. إنما الأهلي جاهز فنيا. بس بيراميدز خد راحة كبيرة برضه. معلش بس احنا لعبنا مباريات اهلي وزمالك وبيراميدز لعبوا مباريات متساويه تمام فيما عدا الاهلي زاد بمباراتين اللي هي مباراه الزمالك وكانت مباراه اللي كان لعبها المقاولين العرب انما الفرق ديت لا هي جاهزه فنيا وبدنيا وهي الفرق الاعلى وهي وصول الفرق دي للمحطات النهائيه في كاس مصر في الدوري في الحاجات دي هم يستاهلوا لان هم الفرق الاجهز فنيا فالاهلي لا ما نقدرش نقول حته ان الاهلي محتاج وقت مع الراجل لا مش محتاج كويس. هو الراجل دخل مباشره من النهارده فعلا من يوم الاثنين وابتدى الراجل يدرب لا هتبقى سهله الامور قدامه وامكانيات اللعيبه هتبرز قدامه وفي لعيبه كانت حاسه بالظلم في وجود لاسارتي انا شايف دلوقتي ان هي هتعيد حساباتها من جديد عشان تقنع المدير الفني بالمستويات بتاعتها والراجل ده انا احساسي ان هو شغله مش هيبقى بالحته البدنيه لا هو هيعتمد على عاملين الناحيه الفنيه وطريقه اداء فريق الاهلي لانه 100% قاعد اتفرج بقى على السيديهات والمباريات هيعتمد على الناحيه الفنيه وعلى المجموعه اللي هتلعب معاه بس اتمنى ان يكون راجل حاسم قوي. وصل اللقطات دي معايا يا استاذ اسامه ده أول يوم لي أول لحظات لي في المران واقف بيدي تعليمات توجيهات محددة وقف التقسيمة أكتر من مرة بلغهم تعملوا إيه تباصوا فين تلعبوا الأسلوب الطريقة يعني واضح إن الراجل داخل عارف هو عايز يعمل إيه عارف فكره هيطبقه إزاي مع فريق هي الكرة اللقطات دي بتوضح في الحقيقة لا ما إحنا ما نحكمش دلوقتي طبعا إحنا أهم حاجة إحنا داخل مباراتين في البطوله الافريقيه وهدخل مباراه السوبر هلعبها مع الزمالك لان ده السوبر بتاع السنه اللي فاتت مش السنه دي فانا النهارده هدخل ثلاث مباريات من اقوى ثلاث مباريات بعدها ادخل بطوله الدوري الكره السويسريه مين قال لك انها قليله الكره السويسريه مرتفعه واقوى حتى من الكره الانجليزيه والنتائج هي اللي بتقول والمديرين الفنيين اللي في سويسرا محققين انجازات على المستوى العالمي سواء في الدوريات الخليجيه سواء في الدوريات الاوروبيه او عندنا في مصر ماجروس جه مع الزمالك وراجل سويسري وكسب الكونفدراليه اللي بيفتخر بيها الزمالك لحد وقتنا هذا لا طب مين قال لا الراجل طبعا عنده شغل وعنده حاجات انا متاكد انه هيعمل حاجات تفيد كره النادي الاهلي في المرحله اللي جايه. طيب هل بتشوف ان مجلس اداره النادي الاهلي وفر كل الاحتياجات للفريق الاول من وجهه نظرك؟ وفر كل الاحتياجات وصرف وعمل كل حاجه. طيب بالتالي ايه المطلوب من لاعبي النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه والرساله اللي حضرتك حابب توجهها؟ انا قلتها في البدايه احنا عندنا ثلاث عوامل عشان الاهلي يستعيد قوته وهيبته على المستوى الافريقي قبل المستوى المحلي ان شاء الله. اذا كنا بنتكلم عن مجلس اداره قوي جهاز فني قوي انما الولاء والروح والاصرار للعيبه لازم اللعيبه تحس ان هي لابسه فانيلا تقيله جدا جدا هي الفانيلا رقم واحد في مصر طبعا واقوى فانيلا فلازم هو يكون حاسس ان هو عايز يعمل انجاز يا اخي اعمل الانجاز لنفسك الاول وبالتالي هيعود على النادي الاهلي طبعا قدموا مباريات كويسه احرجوا الحكام احرجوا الجماهير احرجوا الفرق اللي قدامكم بادائكم انتوا بحيث انك تفوز انك انت تحقق لقب تضيف كاس لناديك ده رد الاعتبار وانتوا اقوى مش قليله يا جماعه طبعا انتوا ارقامكم كبيره وانتوا لعيبه كبيره ومعروفين وشهره وفي اعلام وفي كل حاجه وعندهم امكانيات كبيره بصراحه احنا عندنا قائمه قويه جدا من اللاعبين غير القائمه وعندك امكانيات لا تتواجد في انديه زيك
انت النهارده بقى تصنيفك زي الفرق الاوروبيه الكبيره. ده مش النهارده بس، انت تعرف. طب هقول لك على حاجه، اصل في ناس بيفتكروا ان احنا بنبالغ او احنا بنتشنج او ان احنا بنبالغ من اجله. لا، انت الفرقه الوحيده اللي مطبقه معاها الرخصه الاحترافيه. صح صح، انت الفريق الوحيد اللي معاك الرخصه الاحترافيه. ولذلك انا هي ليا نصيحه للاعبين كويس والجماهير الاهلي والاهلي، اتفضل اقفل ودنك حلو وابتدي اتحرك في الوش، اتحرك للامام. في التوقيت دوت هتحقق كل اللي كان بيتحقق زمان. كويس، هتبتدي تكسب بطوله الدوري 7 سنين متتاليه وبطوله الكاس وهتكسب القاب، وانت في الاخر اسمك قوي وبيسمع طبعا. انما انت هتبتدي تحط ودنك ان مش عارف الراجل حلو الراجل وحش، انا مالي. انا مش هتدخل في شغلك وانت مش هتتدخل في عملك طبعا. انت لو انا هجيبك ترتب لي بيتي هاجي ارتب بيتك انا الاخر. لا، كل واحد باذن الله. الاهلي مش في كبوه، لا مش في كبوه ولا حاجه. الاهلي مش في كبوه ولا الاهلي انت عارف بتيجي مرحله كده تحس انك ايه، انت على القمه. فانت الثبات على القمه مش ما بيدومش كتير، فبتيجي تنزل فتره. لكن هترجع تاني لانك تملك المقومات وتملك اسم قوي جدا اسمه النادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي في المرحله القادمه ان شاء الله. عايز اروح معاك بقى لاتحاد الكوره. عندنا اخبار كتيره جدا، متحمس حضرتك لاتحاد الكوره؟ لا انا متحمس لان انا فعلا يا جماعه اتحاد الكوره واللجنه المشكله في اتحاد الكوره، لا ده في حاجات كتيره انتم ما تعرفوهاش. زي ايه يعني؟ طب ابتدي الاسئله. ماشي، يعني انا كنت هتكلم معاك في البدايه عن موضوع الجهاز الفني مثلا لمنتخب مصر خلال الفتره اللي جايه ومين الاقرب، وخصوصا في ظل ان انا معايا خبر من بوابه الوفد ان في تشكيل الجهاز الفني الجديد هو الاقرب ان يكون متواجد. كابتن حسن شحاته مع كابتن احمد حسن رئيس جهاز، كابتن ضياء السيد مدير المنتخب، كابتن مدير ولا مدرب؟ مدير المنتخب، ده طبقا المكتوب في متن الخبر يعني. ده احمد حسن ممكن يكون مدير، انما ضياء يكون احمد مدرب. حسن رئيس جهاز، رئيس جهاز ضياء السيد مدير المنتخب، ده طبقا للمكتوب في الخبر. المدرب العام كابتن عبد الظاهر السقا، المدرب المساعد كابتن عادل مصطفى، مدرب حراس المرمى كابتن عصام الحضري، بالاضافه الى مدرب اللياقه البدنيه ومحلل الاداء، ده لسه هنشوفه بعد كده يعني. ده هم عادي بيقولوا عادي خبر يعني. لا اللي انا عايز اقول لك عليه ان النهارده طبعا انا كنت قريب جدا من اتحاد كره القدم. طب ينفع نعلق الخبر ده الاول فيما يتعلق بالمدرب؟ لا انا مش هتكلم في الجهاز الفني. مش عايز تتكلم في الجهاز الفني، ده احنا حطينا 50 جهاز فني. ورئيس اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الكورة الأستاذ عمرو الجنايني، أنا عجبني جدا الحوار بتاعه وكان هايل ورائع كويس. والراجل دوت فعلا يعني أقسم لك بالله أدعم هذا الرجل. طب بعيد كويس عن الكلام الرغي والفوضى والهرج، لأن الراجل اتكلم في حواره وقال لك أنا عندي 5 مدربين وقال بالعربي كابتن حسن شحاتك، كابتن حسام البدري، كابتن حسام حسن، الكابتن إيهاب جلال، كابتن ميدو، والكابتن احمد حسام ميدو. الراجل كان واضح وقال لك ال5 ملفات دول. تعرف ان ال5 ملفات دي عشان يوافق على ملف منهم ونجيب مدير فني لازم ارجع للفيفا الاول؟ لازم ارجع للفيفا. ليه؟ قول لي ليه. تعرف ان اللجنه ديت المشكله ان الفيفا هي اللي مختاراها وليس هناك تدخل من اللجنه الاولمبيه ولا وزاره الشباب والرياضه ولا اي جهه داخل مصر؟ طب والفيفا عرفت الناس دي منين عشان تختارهم؟ لا لانهم تابعين للفيفا في الوقت اللي انا بكلمك فيه. بمعنى ان الناس دي ان الفيفا اختارتهم لاداره اعمال معينه. ان انت هتقول النهارده عايز اعمل مسابقه كره القدم، هعرض من خلال ممثل الفيفا اللي هي الاستاذه الفاضله اسمها فاطمه ساموره او فاطمه ساموره اللي هي سنغاليه بالظبط، هي التي تدير اتحاد الكرة من خلال الفيفا، وان اللجنة دي قرارها بيصدر من الفيفا ومش متطوعين، بيتقاضوا رواتب. هما مش متطوعين؟ لا، ويتقاضوا رواتب. ايوة، غير متطوع نهائيا، وتتقاضى رواتب. والنهارده كان عندهم الكلام على مسؤوليه، انا على مسؤوليتي يا جماعه. اللي عايز يفتح صفحات الفيفا ويقرا وهيشوف الكلام اللي انا بقوله. اتفضل. ان دول بيتقاضوا رواتب، وده ما يقللش من شأنهم، هما مش محتاجينها الرواتب دي. لأن الشغل في اتحاد الكورة بيبقى له أنظمة وليه حاجات معينة. لأن ده الاتحاد الوحيد اللي كان يجب إنه ما بيتصرفش عليه من الدولة.
احنا الرعايه والسبونسر والارباح والدخولات اللي بتيجي للاتحاد الكره تكفي دي مليون اتحاد كوره معانا. فاللجنه ديت هي بتعمل ايه؟ انا النهارده عايز اقول هبتدي مسابقه بطوله الدوري. يستاذنوا الفيفا اللي هم اتفضلوا. اللجنه دي لو تمت الاعمال المكلف بيها اللجنه المكلفه دي لو اعمالهم دي تمت خلال 48 ساعه يبقى في الساعه 72 هيعلنوا انتخابات مجلس اداره اتحاد الكره الجديد المصري. هو المعروف فعلا ان الفيفا كلفت اللجنه ببعض الاهداف اللي هم حققوها. برافو عليك. ما هو ده اللي الناس عشان تفهمه. ببعض الاعمال النهارده انت خلصتها في سنه في اقل من سنه في شهر في اتنين في يومين هتعلن على طول مواعيد انتخابات. بس هم قايلين ان الاتحاد ده او اللجنه دي هتكمل لحد ميعاد الانتخابات الطبيعي اللي في اللي هو ايه؟ بعد كل دوره اولمبيه. بالظبط. يبقى ده الحد الاقصى من الزمن. يعني ممكن يمشوا قبل كده؟ ممكن في شهر يناير اللي جاي اعمل انتخابات. طب ده موافق للائحه او طبقا للائحه؟ موافق للائحه. وبرضه واسالني ليه؟ ليه؟ لان الاعضاء الخمسه بيتقاضوا رواتب من الفيفا هي اللي بتصرف مش مصر. دي معلومه مؤكده من حضرتك. انا مؤكده. ما انا بقولها على الهوا يا جماعه. بقول لك دول بيتقاضوا رواتب من الاتحاد الدولي لكره القدم. ودي مش عيب، ما هي لجنه. انما المصاريف دي هتدنيها لحد امتى؟ انما اللجنه دي بتعمل يعني لها اعمال محدده لابد ان هي تشتغل عليها. النهارده خلصت الحاجات دي بتعرض على فاطمه سامورا. طب هو مش الهدف من اللجنه دي انه ما يكونش فيه انتخابات دلوقتي؟ هيبقى ازاي اللجنه موجوده وتم تعيينها؟ ما انت برضو هتعينها. هي اللجنه دي من بالدليل على الكلام، هو حد من الخمسه دول يقدر يدخل انتخابات اتحاد الكره اللي جايه؟ لا طبعا مش هيدخل. طب ليه؟ طبقا للوائح. لان هم اللي هيعملوا اللوائح. طبعا هم اللي يعني هو اللي هيعد اللائحه، هيعد البنود، هيحط اسس جديده للكره المصريه، هيفتش رقابه، كل حاجه هم اللي هيعملوها. ويقولوا الاتحاد الدولي خلصنا. بس ما اعلن يا استاذ اسامه ان اللجنه مكمله مهمتها لحد يوم 30 يوليو، يعني ده الحد الاقصى. ايوه لا بس ما اعتقدش ان هم هيمشوا قبل كده لو خلصوا كل المهام. والله لو خلصوا خلال شهر او شهرين او ثلاثه لا يعلنوا مواعيد الانتخابات. وما فيهاش اي مشكله. افرض. طيب انا هسالك سؤال. يعني انت قول لي الناس دي جت ازاي؟ طب انا عايز اسال حضرتك سؤال. هل لا ما انا برضو قبل ما تسالني اتفضل. الناس دي جت ازاي؟ الناس دي قدمت طلبات للترشح للجنه وكانوا اكتر من 30 او 25 فرد. طب واتعمل لهم كشف هيئه. ايه المشكله؟ ما فيش مشكله. يعني دي ما عشان ما نجيش نقول مثلا ان الدوله هي اللي زقت الناس دي. لا طبعا ما فيش الكلام ده. ايه الكلام ده؟ انما ده خلي بالك دي فرصه كويسه جدا. ولذلك انا في قوه من رئيس اللجنه المكلفه لما اتكلم وقال لك ايه؟ اللي عاجبه يمشي على اللوائح بتاعتنا وقوانيننا مستمر معانا. مش ده الكلام اللي قاله؟ بالظبط. واللي مش هيطبق اللائحه هعمل فيه ايه؟ خلاص يمشي وينسحب من الدوري ويهبط للدرجه الثانيه. طب ما دي قوه ولا ضعف؟ بس انا عايز اقف عند حته الانتخابات دي. اتفضل قول عليها. اصل لو في نيه للانتخابات في وقت قريب جاي، طب ممكن نعمل انتخابات من الاول خلاص ونخلص الدنيا، ليه جبت لجنه مؤقته؟ اعمل انتخابات بانهي لائحه يا استاذ امير؟ باللائحه اللي موجوده في اتحاد الكوره. والله؟ يبقى هجيب نفس الاتحاد يدخل تاني. مش كده؟ ما كانش استقال الاتحاد لو عايز يخش تاني. وهو لو استقال هي اللائحه بتقول بنودها ايه؟ هي اللائحه دي معتمده في الفيفا بتاعت المجلس اداره اتحاد الكره السابق؟ لا ما تقوليش مش لا هي اعتمدت هنا من اللجنه الاولمبيه المصريه ومن طبعاً الوزاره إيه؟ انما لم تصل الى الاتحاد الدولي. حتى مش اعتمادها من الاتحاد الدولي. لم يتم اعتمادها، يبقى لائحه مالهاش اي اساس. لا النهارده انت عايز تغير بنود. بس انا باكد لحضرتك ان اللجنه دي مكمله لحد المده بتاعتها ما تخلص. صعب ان يكون في انتخابات قبل كده. طبعا دي معلومات حضرتك وانا بقدرها وبحترمها. مش معلومات. انا النهارده انت بتقول لي اعتبرها عربيه وباصت. انت مثلا لو احتاجت العربيه دي ست شهور انت قدرت تخلص في شهر ونص. انا هقول لك لا، ما انت هتوفر ليا فلوس كتيره. ايه اللي فيها؟ هم بيشتغلوا في اعمال محدده ومعينه ومن خلال هذه الاعمال انتهت
هيقول لك يلا نعمل انتخابات على طول. بس اهم حاجه عندي تعديل لوائح. هي اللائحه دي لما هيعملوا اللائحه دي مش هيعدلوا في بنود كتيره؟ اكيد. طب لو عدلوها لازم تعتمد ولا لا؟ اكيد لازم تعتمد. منين يا؟ من الفيفا برضه. وقبل الفيفا من الناس الموجوده من لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب والوزاره واللجنه الاولمبيه والكل يبقى على علم. هتاخد وقت ولا لا؟ انا بقول لك لو انهوا وانجزوا الاعمال هينتهي كل حاجه، هيقول لك اوكي ابتدي الانتخابات. طب هسالك سؤال معلش، اعتبرني انا بقى المذيع بقى النهارده. لا اتفضل، ما عنديش مشكله. هو انت مش عندك تصفيات افريقيه مؤهله لاولمبياد طوكيو؟ اه طبعا. طب انا هاجي اخلص النهارده، مين اللي هيشرف عليها؟ يعني انت في عندك شغل شغال، عندك بطوله دوري هتبتدي، عندك كاس سوبر، عندك 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 حاجات كتير. ولذلك من ضمن عمل اللجنه مش اشاعوا وقالوا ان لجنه المسابقات جايه من اسبانيا عشان تنظم بطوله الدوري المصري. بالظبط، قالوا من انجلترا. وبعدين من لا قالوا على التحكيم من انجلترا. ورجعوا تاني وقال لك شركه اسبانيه عشان تقنيه الفار. وقال لك مش عارف ايه النهارده معايا خبر برضو ان في من انجلترا ناس تنظم تاني المسابقه. واذا كان رئيس اللجنه خرج وقال اي معلومه تخرج من اتحاد الكوره لسنا مسؤولين عنها. هو مين اللي بينظم لجنه المسابقات؟ مين اللي هيكون قائد بتاعها؟ اذا استمر الحاج عامر حسين، بس اللي اعرفه انه كان في اجتماع مع مازن مرزوق. لسه انت بتاخد يعني انت خدت مني الحته. اذا استمر الكابتن عامر حسين جاي مكانه الاستاذ مازن مرزوق. لو ما استمرش الحاج لو ما استمر لو ما استمرش هيجي فلان. خلاص يعني انت بتتكلم النهارده رئيس لجنه الحكام اللي تم الاعتماد عليه وادوا له الصلاحيات هو الكابتن جمال الغندور. يا جماعه هو كان كابتن جمال الغندور ده جاي من انجلترا، وعامر حسين او مازن مرزوق جايين من اسبانيا. لا الكلام ده لا، انا معلش انا اسف، انا حتى قبل البرنامج قلت لك مش اعتمد على اي اخبار. ده كلام بيترمي لحاجات واغراض معينه، انما انت بتتكلم على ان عندك عروض لشركات عالميه عشان تقنيه الفار. والراجل بمنتهى الوضوح خرج وقال لك في الدور الثاني. يعني انت لسه قدامك 3 4 شهور تتكلم فيه كويس. لا انا متفائل، لكن في خطوات هتتعمل في موضوع الفار ده في الحقيقه. لا وانا هقول لك برضه وعجبني جدا هو لما اقول لك انا اتصلت بالكابتن محمود الخطيب. يا كابتن عايزين نعمل احتفاليه رائعه وراقيه جدا تتناسب مع حجم وجماهيريه النادي الاهلي. اذا الراجل دوت، امال احنا كنا قاعدين نتكلم والراجل استهزئ بالنادي الاهلي والراجل عمل تويتات. هو الراجل كان مشجع للنادي الزمالك وبيهزر او طيب. ما هو الاهلي ما هو بيكتب على الزمالك وبيقول. لا احنا لازم نتفائل بس خليني اقول لحضرتك، ممكن كان في تخوف نسبي عند البعض من الجمهور نادي الاهلي ان ممكن يكون الراجل عنده ميول زملكاويه، لكن بالتحليل خليني بس اكمل. اتفضل. الراجل في تصريحاته واضح جدا الاتزان، ممكن قبل ما يتولى هذا المنصب كان مايل بطريقه كبيره جدا لنادي اللي بينتمي له. ما فيهاش اي حاجه، لكن الواضح من تصريحاته ان هو متزن جدا وعارف ان هو موجود في مكان دلوقتي لازم يكون فيه حيادي بشكل كبير جدا، وهو اكد على الكلام ده. تعالى شوف بقى مجلس اداره الاهلي المحترم. وانا بقول لك دي قيمه الاهلي بقى واحترام الاهلي. هو مجلس اداره الاهلي خرج وقال لك احنا متشككين في عمرو الجنايني ولا حصل مننا الكلام ده؟ لا ما حصلش. لم يحدث. ما حصلش. ودي قوتك بقى كمجلس صح. اداره قوي. دي قوتك انك تكون واثق في نفسك اكتر ما تكون واثق في حد. هو النادي الاهلي مش بيتعامل مع شخصيه، هو بيتعامل مع ما بيتعاملش مع مع قرارات ولا بيتعامل مع انا مالي انه عمل تويته ولا جه على الفيس وعمل حاجه. لا يا جماعه ما ينفعش. يعني انا مثلا عضو مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن رني علواني. أنا طبعًا من خلال ما شفت في مواقع التواصل الاجتماعي عملت حاجة وترد عليها يعني خلينا ما نتكلمش في الجزئية دي. أنا ما بتكلمش أنا بتكلم يعني أنا بقول إيه؟ ما حصل إنك دخلت وحصلت أزمة وانتهت واتلمت بسرعة. إنما أنا عايز أتكلم مش دي اللي أنا يعني أنا مش هحاسبك على انفعال. مش هحاسبك إنك قلت كلمة يا أخي وأنت بتهرج. أنا حاسبك كمسؤول. أحاسبك لما أشوف أنت برافو عليك أنت أشوف هتعمل إيه معايا. انما لما يجي الراجل يتكلم يقول انا كلمت الكابتن الخطيب وانا وانا وانا. لا انا راجل احييه وانا اتفق. هو قال كلام محترم في الحقيقه في منتهى الامانه في الحقيقه
واكيد وحتى لما جه هرج ولما بيقولوا له هتجيب الدرع للاهلي قال لهم هو موجود في الجزيره، الدرع موجود على طول في الجزيره. يعني راجل انا بعتبره جنتلمان، راجل كده واقعي محترم. احنا عندنا في مصر دايما بيتم تقييم الشخصيات قبل ما تشتغل او تقييم اي شيء قبل ما يحدث، فده بيبقى غلط. ما لا اتفرج مشكلة. واشوف وبعد كده قيم وحدد بقى هل الشخص ده ناجح او ما نجحش. ونفس الحاجه دي ان شاء الله مع الراجل المدير الفني الجديد ان شاء الله، نديله الفرصه برضه ونتفرج وبعدين نحكم على اللي احنا بنشوفه عليه. استاذ اسامه نورتني وشرفتني، وكنت سعيد بتواجد حضرتك النهارده في حلقه كانت مهمه جدا وكلام ساخن جدا كالعاده من حضرتك. لا انا ربنا يخليك، انا والله انا محب للرياضه المصريه، بحب كره القدم. انا بس عايز اهني كل لاعبي مصر طبعا اللي شاركوا في دوره الالعاب الافريقيه طبعا، ابطالنا معالي الوزير المحترم اللي لسه راجع وطلع على المنتخب الاولمبي مباشره بيتفرج على التمرين بتاعتهم في التوقيت اللي احنا فيه برضو، لان هناك مسانده للمنتخب الاولمبي طبعاً. وانا شايف ان اللي جاي هيكون احسن بكتير باذن الله. يا رب باذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. الله يخليك، انا متشكر جدا. كان معانا الاستاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي بالجمهوريه، اتكلمنا في امور عديده جدا سواء بتتعلق بالاخبار المحليه وكمان فيما يتعلق بالنادي الاهلي والمدير الفني الجديد، كلام كله كان هام للغايه من الاستاذ اسامه صقر. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله، الى اللقاء.